السلام عليكم، فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ما هو الإسقاط النجمي؟ تجربة الإسقاط النجمي وضعت العديد من علامات الاستفهام حولها، وهناك من هو مؤيد لهذه التجربة وهناك المعارض. وعرفت تجربة الإسقاط النجمي على أنها تفسر خروج الجسد من الروح من خلال الأحلام أو الاسترخاء، والقدرة على التحكم بالروح أثناء انفصالها عن الجسد والسفر بها في أي مكان. أصحاب هذا المصطلح يفترضون أن جسم الإنسان مكون من هيئة نجمية أو جسد أثيري وجسد فيزيائي مدنى، والهيئة النجمية تمكن الشخص من ترك جسده نائماً كي يسافر بجسمه الأثيري من خلال الإسقاط النجمي إلى أي مكان يريد. الإسقاط النجمي، الإسقاط النجمي أو الإسقاط الأثيري أسترال بروجيكشن، هو عملية تعتمد في الأساس على أنه من المفترض أن للإنسان جسما آخر مكون من إشعاع، والذي يظهر من خلال انفصال وخروج الجسد الإشعاعي من الجسد الفيزيائي، ويحدث هذا الانفصال من خلال ظروف وحالات معينة، والتي منها أن يكون الإنسان ما بين الغفوة والوعي. أثناء انفصال الجسد الإشعاعي عن الجسد الفيزيائي، فإن الجسد الإشعاعي لا يبتعد عن الجسد الفيزيائي أبعاداً كاملاً خلال فترة النوم، ولكنه يبقى حوله مرتبطاً به من خلال الحبل الفضي. والجسد الإشعاعي في هذه الحالة يمكنه التحرك والذهاب إلى جميع المناطق والاتجاهات، كما يمكنه رؤية جميع الأشياء التي تحيط به، ولا يستطيع لأحد أن يراه. ويعد مفهوم الإسقاط النجمي صورة من صور الأحلام والتأمل، كما أنه موجود في بعض ديانات العالم منذ وقت بعيد، فهو أسلوب قديم اعتمدت عليه الأساطير والخرافات القديمة. الإسقاط النجمي يقوم بعملية المزج بين علم التنجيم المرتبط بالأحوال الفلكية في الحوادث الأرضية، وبين علم الروحانية الذي يقصد به الفلاسفة. يرجع تاريخ الإسقاط النجمي إلى ما بين 3000 إلى 5000 عام من خلال الكهنة المصريين، حيث ظهرت في الديانات المصرية القديمة. وعن جذور الإسقاط النجمي، فهي تأتي من الفلسفة الهندوسية والمعتقدات البوذية والأديان الصينية. يقولون بأن الإنسان يمكنه التنقل في وقت قصير من مكان إلى آخر، كما يزعمون أيضا إمكانية الإنسان على التواجد في مكانين مختلفين في الوقت ذاته، فضلا عن إمكانية الإنسان من الحصول على قدرات خارقة بفضل قيامه بتدريبات دقيقة ورياضات معينة. يعد الإسقاط النجمي في الطقوس الوثنية التي تزعم بأنه السر الذي من خلاله يمكن تحصيل القوة الخارقة والطاقة الكونية، ومن خلال ما يؤمنون به من معتقدات وممارسات خاصة للحصول على الطاقة الكونية والقوة الخارقة.